كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. هذا السيد هذا عن نفس السيدة ولد مع ثلاثة ديال الدراري فاش جا عندها السلة غيتزوج بها وعجباته وما كانش مريض نفساني فاش ضربه وصلت الحالة القتل لا سجلوا ما دونوا الحالة في المستشفى ديال مولاي الشريف الرشيدية ما لا سيكوريتي لا السيدة دارت اوبيراسيون حتى لي ميديا ما تحركوش لان الرشيديه مدينه عنده فيها النفوذ ممكن يعطي الفلوس السيد دابا يقدوا لي الوراق ديال انه عنده امراض نفسانيه وعقلانيه فاش ولتي ثلاثه الدراري ما كنتيش مريض نفساني وعقلاني جبتي عرفتي ما عندها حد كرفصيها عندك الفلوس عندكم نفوذ غادي غطغاو فوق القانون انا كنضرب كل حرقه هادشي هذا ممكن يقيس اي واحد فينا ممكن اختك انت قلت لها شي واحد عنده النفوذ ولا اي واحد ممكن يطيح في هاد لاصين حنا بغينا الحد بغينا الحق يتخان ما بغينا لا تعويض لا حتى شي حاجه الا كانت عنده امراض نفسانيه وقال كاين خبراء كاين كلشي الا كنا بلاد الحق والقانون غيتخاد الحق السيد ما مريض السيد كامل القوى العقليه راه كيجي يوميا سكير وتكرفصه هي ما كانتش تقول وكان داير فيها ما بغات لان بعيده على دارهم وما كاينش اللي غيسول فيها نفيسه ب 18 يوم ضربه 3 الليل في الاخر يقول لي عنده مرض نفساني ولا عقلاني راك عندك 3 ديال الدراري بغينا الحق يتخاذ الا كنا في دوله الحق والقانون ميساج للمسؤولين ماشي اي واحد قتل واحد ولا عنفو غادي نسميوه مرض ولا نفساني وغنمشيو عند طبيب يقاد ليه لاقاش عنده الفلوس بغينا الحق يتخاذ وبغينا ينال العقوبه ديالو كنحتجوا على هادشي واش غنقولك اسيدي هاد البنت زعما كتب على هاد المكتب ديال هاد الشيء اللي وقع لها مع الراجل ديالها وكان صبر على وجه وليداتها وهي خلاتهم كان صبر عليهم باش ما تخليهم شيء هي خلاتهم ومشات بدون 21 عام في عمرها نفيسه 18 يوم مسكينه تنبغوا نوجهوا للمسؤولين يشوفوا لهاد البنت هادي ياخذوا حقها ويشوفوا السبب الاصلي باش حتى باش خوتها يبغدوهم يبقاو هكا وثانيا بغاو هاد اللي بغيت ان هاد خواتاتها بغاو يشوفوا الدراري ما شافوهمش وليدات هاد ثلاثة الوليدات ما شافوهم حتى يبكيو محوقين عليهم ما شافوهم ما باسوهم ما حتى شي حاجة باغيين يشوفوا هاد الوليدة ولاد اختهم بغاو يشوفوهم والصغيرة عندها عام ونص والصغير اللي بغاو يشوفوا هاد الوليدات هاد باغيين يشوفوا وليدات باغيين يشوفوا هاد الوليدات باغيين يشوفوا ما شافوهمش لأن كانوا تما كانوا غير كاريين باش وديك البنت كنشوف عليها غير الخير والإحسان ياك ايتيمه مسكينه صابره على وليداتها في عمرها 21 عام وعندها ثلاثه الوليدات وماتت نفيسه و17 يوم وهي مسكينه كتعد كنتسناو لاطوبسي 17 يوم واش لوجيك واش الجمعه البارح كما قالت السيده 21 يوم ماتت بالجمعه واليوم هاد الجمعه الثالثه البارح راه عيب راه بغينا غير الحق ما بغينا حتى شي حاجه ما بغينا حتى شي حاجه بغينا الحق ديال هاد البنت تخاد علاش حيت اغلبيه ديال المغاربه شنو كيقولوا اون فوا كيسمع واحد راجل قتل مراتو اش كيقول لا الفساد لا حنا هاد السيده الناس كاملين كيشهدوا وربي راه شاهد فوق منا كاملين ياك السيده صابره علاش صابره حيت عندها وليداتها يتامه حيت هي يتيمه وعندها وليداتها صغار ياك هادشي على الصابره بغينا غير الدوله تاخذ لنا حقنا نوجهوا للمسؤولين نداء واحد ياك هو يخدموا بضمير كما قالت السيده ياك الله يجازيكم بخير المسؤولين اذا كتسمعونا خذوا لنا حقنا من هذا السيد هذا ما بغينا تعويض ما بغينا فلوس ما بغينا والو قال لك عنده نفوذ وقال لك نعطي 120 مليون وقال لك ندير ونفعل 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 اذا كاين شي قانون في هذه البلاد الله يجازيكم بخير خذوه لينا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.